بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حلقة اليوم هنتكلم عن أنواع العجول ومواصفاتها وعيوبها، مواصفات وعيوب كل أنواع العجول، سواء العجول البلدي أو العجول الخليط أو العجول المستورد. تمام، خلاص هنبدأ دورة جديدة مع انتهاء عيد الأضحى. الناس كلها بتبدأ عملية إدخال العجول، وتبدأ عملية بدء دورة تسمين جديدة. فياريت الكل يعرف قبل ما تبدأ دورة التسمين، أعرف إيه أنواع العجول ومواصفاتها إيه ومميزاتها إيه، واختار الأفضل اللي يناسبك. هنتكلم عن الأول عن العجل البلدي، وعندنا عجل الفليزر والخليط بتاعه، وعندي عجل السيمنتال والخليط بتاعه، وعندي عجل البراون والخليط بتاعه، وعندي العجل الأسبان، وعندي العجل الأنجوس والهيرفورد والليموزين. هنتكلم عن جميع الأنواع دي، وهو وانت اختار الافضل ليك او اللي يناسبك. بس قبل ما تبدا في المشروع ده او انت بادئ في المشروع ده، لازم تعرف مميزات وعيوب كل نوع منهم. هنتكلم عن العجل البلدي اللي هو موجود في يعني بعض الدول وموجود في مصر. العجل البلدي ده اللي بيتميز بيه بضخامه العظم وطول فتره الدوره واقل في التحويل. يعني عيوبه ان هو اقل في التحويل واقل مع دوره اطول، الدورة بتاعته بطول، يعني الدورة بتاعته ممكن تاخد لو انت هتجيب العجل مثلا وزن 200 كيلو، ممكن الدورة بتاعته تاخد 8 شهور 10 شهور، على عكس باقي الأنواع، على عكس العجول المستورد أو العجول الخليط بالعجل فيهم بياخد مثلا 6 شهور. فالعجل البلدي عظم أدقل، عظم كبير أو شاسية أكبر، فترة أطول، تحويل أقل، معدل يعني معدل التحويل فيه أقل. طب تعال نتكلم عن العجل الفليزر. العجل الفليزر ده أو الأنواع الفليزر نفسها دي أنواع منتجة للألبان واللحوم. يعني لو جينا نبص على الأبقار الفليزر، إنتاجها عالي من الألبان، بتنتج من 40 إلى 45 كيلو، وبرضك تتميز بها تتميز بضخامة الجسم. ضخامة الجسم، شاسيه العجل أو عظم العجل ضخم وتقل في الأوزان. يعني العجل تقدر أنت تقله، تعدي العجل في الفليزر ممكن يعدي الطن. تمام، فضخامة في الجسم وتحمل الجو، بس يعني بس بنسب معينة. يعني الأبقار ممكن تتحمل ارتفاعات درجة الحرارة هنا لغاية 38 لغاية 40، بس إن تخطت 40 لازم برضك تكون أنت محضر مكيفات ومراوح ويعني تجهيزات أخرى، فهي بتتناسب مع الجو بس في مراحل معينة مش كل المراحل. طيب العجل الفليزر بتحويله من كام؟ من تحويله من كيلو ونص إلى 2 كيلو، ده الفليزر البيور اللي هو الأصلي. طب لو الخليط بتاعه اللي هو الخليط عبارة عن تهجين بين العجل الفليزر اللي هو الأصلي وبين نوع تاني، الخليط بقى من كيلو 100 جرام إلى كيلو 200 جرام، ده التحويل بتاعه. أدي الفرق بين الأصلي والخليط، الأصلي من كيلو ونص إلى 2 كيلو، الخليط من كيلو 100 جرام إلى كيلو 200 جرام، ده الفرق بين الفليزر الأصلي والخليط. طيب تعالوا السيمنتال. السيمنتال برضك من انواع العجول او الابقار عاليه يعني انتاج الالبان واللحوم، بس هنا يتميز السيمنتال انه اقوى في انتاج اللحوم. يعني الفليزر بيكون اقوى في انتاج الالبان، عالي في الاضرار في انتاج الالبان. اما السيمنتال البيور تقريبا من 30 كيلو الى 35 كيلو دي عمليه انتاج الالبان، فهي في انتاج الالبان اقل بس في انتاج اللحوم اعلى بكثير. تمام، ده السيمنتال. السيمنتال الاصلي نفس المواصفات من كيلو ونص الى 2 كيلو، تمام، ده المتوسط. والخليط بتاع السيمنتال من اللي هو الهجين بين السيمنتال البيور ونوع تاني من كيلو 100 جرام الى كيلو 200 جرام. طيب هنيجي عند البراون. البراون نفس السيمنتال يا جماعة، هو أقل في إنتاج الألبان عن النشطين أو عن الفليزر، بس عالي في اللحوم في إنتاج اللحوم وعالي في نسبة التصافي، يتميز بعظم أقل ولحمة أكثر. يعني يتميز عندك السيمنتال وعندك البراون
نسبة التصافي فيهم توصل 60-65%، على عكس الفليزر. الفليزر نسبة التصافي 65، إذا كان عجل كويس خالص يوصل 60-55، يبقى من 55-60. أما السيمنتالي الأصلي والبراون الأصلي من 60-65، فهم أعلى في التصافي من العجل الفليزر. العجل الأسباني هو العجل الموجود في مصر، اللي هو العجل بيكون لونه محمر، لون أحمر محروق، وفي خط فضاف في سلسلة الظهر، في لون مخالف أو خط في سلسلة الظهر. ده عجل بيتميز بيه بضخامة الجسم، بضخامة الجسم ومعدل تحويل سريع، وممكن انت كمان توصله وتعدي الطن، يعني من انواع العجول اللي هي بتقبل انك انت تزودها عن الطن، تمام. ده العجل الاسباني، معدل تحويله يتراوح من كيلو جرام الى كيلو 200 جرام، ده كمتوسط، ويتزايد يعني قابل للزيادة بكثير. طيب هنتكلم بعد كده عن العجول الانجرس والهيرفورد والليموزين. طبعا الثلاث انواع دولت معاهم البراون والسيمنتال والفليزر، الخمس انواع دولت سواء فليزر او سيمنتال او براون او الانجرس والهيفورد والليموزين، ست انواع دولت كلهم دول انواع مستورده، انواع مستورده، منها اللي بيميل لانتاج الالبان اكتر من انتاج اللحوم، ومنها بيميل لانتاج اللحوم اكتر من الالبان. على سبيل المثال عندك الفليزر يميل اكتر في الالبان عن اللحوم، بس انتاجه في اللحوم عالي برضك. السيمنتال والبراون اعلى في اللحوم عن الالبان، تمام. اما لو احنا هنتكلم عن الانجرس والهيرفورد والليموزين، انت تحويلهم اعلى من السيمنتال والبراون والفليزر. بس الانواع دي محتاجه انواع تغذيه مختلفه، يعني عن نوع التغذيه انت تكون حط برنامج نوع التغذيه اللي انت هتغذي بيه العجول. العجول دي ما بتتغذاش على اكل وخلاص، او شويه برسيم او شويه دريس او شويه رده او نخاله على شويه ذره، لا، العجول دي تحويلها عالي ومعدل التحويل بتاعها عالي. لازم يكون محطوط، يعني تكون حاطط برنامج غذائي بتتغذى، يعني العجول دي بتتغذى على خلطات اعلاف بنسب بروتين محدده. يعني العجول دي لو هي تحت ال 150 كيلو بتاخد تحت 150 كيلو بروتين 21%، من 150 كيلو الى 250 كيلو بتاخد بروتين 18%، من 250 ل 350 بتاخد بروتين 16، من بعد 350 بتاخد بروتين 14%. فهي العجول دي بتقدملها الاعلاف بتاعتها بتتقدم ب 2.5%، 2.5% بتقدم اعلاف، وبنسب الاعلاف مش خلطه بس يا جماعه، مش خلطه بس، لازم يكون العلفه متكامله، علفه متكامله من البروتين من الالياف، متكامله من البروتين والالياف والطاقه، يعني طاقه تتمثل فيها قلنا قبل كده الذره والشعير والذره العويجه والذره الصفراء والبيضه والقمح، دي الطاقة. البروتينات كيس فول الصويا، كيس عباد الشمس، كيس بزيت القطن، كيس بالسمسم، الأكساب عامة بإضافة إلى الفول البلدي، كسر العدس، كسر الفاصوليا، ده كله أنواع بروتينات. الألياف تتمثل في الدريس او في الدريس المطحون او في في النرده او النخاله. فلازم تكون الخلطه بتاعه العجول دي خلطه متكامله، مش انت اروح اجيب عجول، تروح تجيب عجول انجرس او هيرفورد او ليموزين وما تقدملهاش الاعلاف المتكامله. لازم علفه تكون متكامله، انت لو ما قدمتش علفه متكامله مش هتاخد ان التحويل 2 كيلو اسف. يعني انت العجل عندك من الانواع دي بيحول من 50 الى 60 كيلو شهري، من 50 الى 60 كيلو شهر، يعني 2 كيلو في اليوم، مش هيحول لك 2 كيلو وانت مقدم خلطه غلط، مش هيحول. لازم ياخد العجل التغذيه بتاعته زائد واحد، يعني العلاف اللي هتتقدم له زائد واحد، بيزود كيلو مش تنقص. يعني احنا بنتعامل مع الخليط او البلدي، بنتعامل معهم ازاي؟ ان احنا في البدايات بندخل البرسيم فتره من البرسيم بجانب علف، وجبه واحده علف، عشان ايه؟ نقل من التكلفه. الكلام ده ما ينفعش مع العجول المستورده، ما فيش حاجه اسمها تقل من التكلفه، ما فيش حاجه اسمها برسيم العجول المستورده. هتتعايش معاك على الدريس وجبه الصبح بعلفة متكاملة، ووجبة في الليل بعلفة متكاملة، والدريس في وسط ايه؟ في وسط النهار. ده ايه؟ دي العجول المستوردة. فانت ما تشتريش عجل مستورد
إلا ما يكون عندك برنامج غذائي متكامل وموفر جميع احتياجات العجول من دريس، من أتبان، من أعلاف مركزة عالية القيمة. ده العجول، احنا كده دي قناة المراعي لتسمين العجول، قناة متخصصة في جميع ما يخص العجول، من فن تغذية، من علف بديلة، من خلطات تسمين. اي حد محتاج خلطة تسمين تحت امره، اي حد عايز يبدأ المشروع احنا معاه من البداية الى النهاية، اي حد بيكتب تعليق بنرد عليه، اي حد بيتصل بينا بنرد عليه، يعني اللي اي حد محتاج حاجه ان شاء الله موجوده. احنا الحلقه دي اتكلمنا عن انواع العجول ومواصفاتها، قدمنا لكم لاي حد عايز يبدا المشروع، قدمنا لكم ايه مميزات كل العجول وايه مميزاتها وايه نسب التحويل بتاعتها. بس في فتره، في مصر حاليا في فتره غلاء سعر الدولار في مصر، الناس كلها بدات تتجه الى الخليط وبعدت عن